بن سفيان بن دبكة، شوف الأسست الرائع من بن دبكة، إلى مين؟ إلى الزقعان الخطير، إلى جوستاف، إلى الشباك، إلى هدف أول للفتح، هدف أول. تمريرة رائعة جدا من سفيان بن دبكة، مرور أيضا رائع من الزقعان إلى جوستاف إلى الهدف الأول للفتح، هدف راح يعطي المباراة خلال الدقائق القادمة إثارة ومتعة.